ايه يا حبيب عمتك؟ مرت 2000 فوق مع شمس. عب حكيم ما تقلقش، نايم مع بدر ونوح. يبقى جاي في حياتك يا حسن؟ شدي حيلك يا ست فوزي. شد على الله يا بنتي، تعالي اقعدي. لا هقعد ايه، انا جاي اساعد. يا حبيبتي الناس جوا بتعمل كل حاجه، تعالي. لا انا جاي المطبخ اساعد. عايزه مني حاجه يا ست زينب؟ لا مش عايزه حاجه. لو متضايقه مني امشي. انت زعلانه عليها؟ ايوه زعلانه. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان هي الوحيده اللي خلتني اخد ولدي في حضني، لما كل صدق ان انا اخدته من حضن ابوه واهله. انا جايه عشان اعمل الواجب، انا مفيش جوايا حاجه لحد ولا عاوزه حاجه من حد. انا جايه عشان خاطر ست جبريه. ايوه في يوم من الايام انا عشت جارها، انا دخلت البيت الكبير وانا عيله صغيره. مهما كانت قسوتها علي انا عشت تحت جناحها. البيت اللي هي كانت صاحبته حماني من البرد والجوع. الواحد لازم يتعلم ما ينساش الحلو زي ما بيفتكر العفش. شد حيلك يا حسن، ادعي لها. بدأ لها من قلبي يا عمتي. يا ريتني كنت انا وهي بكيت. انا عارف انها ما استحملتش رميتها في السجن. مش مصدق اني مش هشوفها تاني. مش مصدق اني احسها خلاص راح من الدنيا. قدر ربنا ما نقدرش نقف قصاده. همك في مكان احسن من اللي احنا فيه 100 مره. هي محتاجه منك انك تدعي لها. اقول لك اعمل لها صدقة جارية على روحها عشان الناس تترحم عليها. شبري يا رب ده رحمها، مش عايزها تتعذب.
ولا تتكسر ولا تتبهدل في السن ده. شبرية طول عمرها نفسها عالية، عمرها ما اتكسرت لحد، وانت عارف كده كويس. لو كانت قعدت أكتر من كده في السجن كان ممكن تتجن. قول يا رب. يا رب يا رب. هستأذن أنا بقى يا مروان. لا تستأذن يا متر، أنت هتبيت النهاردة هنا. لا معلش يا مروان اعذرني، أنا بكرة الصبح عندي محكمة. إيه هتمشي بالليل كده؟ إيه مجلة المطارح ولا إيه؟ يا سيدي معلش سامحني المرة دي. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه، أنت هتعشى وتنام. ما هتعشى إيه بس؟ مفيش لزوم للعشاء ده. أقول لك إيه، أنا دماغي هتطب. اسمع كلام أمال. إعمل عشاء شمس. حاضر يا أخوي. يا سيدي أنا مش قادر أحط لقمة واحدة بس في بقي، أنا وافقت إن أنا بات علشان خاطر ما تزعلش. اقعد يا متر. هاي يا حبيبتي، تروحي معايا ولا هتباتي هنا النهارده؟ لا انا هروح، عايزه ابيت في بيت امي. ما تقولش حاجه يا فتحي عشان خاطر. خلاص يا شمس والله وغلاوتك عندي ما افتح بقي. يلا هطلع اجيب حاجه وارجع لك. هوا طب يلا. اقعد يا فتحي. الله يرحمك يا امه ويحسن اليكي. الله يرحمك. استغربه كلامي مش كده؟ لا يا حبيبتي أبدا. بس هي دي الحقيقة، حاسة إن موتها مش مؤثر فيا. يمكن ده محسسني بالذنب، بس بحس إني جامدة من ناحيتها. ما هو اللي حصل برضو كان صعب قوي. أنتي بتلومي نفسك على إيه يا شهد؟ ما أنا زيك أنا برضو. أنا أول ما سمعت بالخبر لقيتني واقفة في مكاني مش عارفة أتكلم ولا عارفة أقول إيه، مش حاسة بأي حاجة ولا اتأثرت. وكل اللي جاي عليا إنه فضل شريط شغال في دماغي، عمالة بفتكر جبرية عملت فيا إيه. خدنا إيه من اللي إحنا عملناه يا جبرية؟ خدنا إيه يا أختي؟ في الآخر مت في حضني وعلى إيدي. محدش نفعنا ولا حتى عيالنا.